وفاة الأستاذ خالد رزق وهو نائب رئيس القناة الأولى وكبير المخرجين في التلفزيون المصري. حقيقة أنا عضو في الجروب بتاع ماسبيرو على الواتس، والحقيقة من أكتر الحاجات اللي بتفيدني إنه يعني بيبقى الناس كلها شغالة في المجال، فأنا شخصيا بستفيد حتى من تعليقات الناس على بعض الأمور، مش خاصة بماسبيرو بس وبره ماسبيرو. الناس بتتكلم بقالها فترة كبيرة على في الجروب ده على الحالة المتردية للرعاية الطبية داخل ماسبيرو. خلي بقى حضرتك احنا بنتكلم على ماسبيرو من الستينات، ولحد النهاردة في حالتين أو ثلاثة في أسبوع واحد. الثلاث حالات دول يعني عملوا جدل كبير جدا داخل ماسبيرو. عندي الأستاذ حسن حامد، أنا قريت خبر في فيتو انه يعني طلب بعض الاموال، حقه طبعا لان هو عمل بعض الحاجات الخاصه بطبيه لنفسه، طلب بعض الاموال ما كانتش جاهزه. استاذتنا الكبيره الاستاذه نبيله سنبل، والتقرير الرائع اللي عمله زميلنا محمد الدسوق رشدي يوم الجمعه اللي فاتت عن الاستاذه نبيله سنبل، اعتقد انه يعني هذا التقرير انا مش متعود ان انا او ما بحبش اشوف تقرير في هذا الاطار، ان احنا بنبرز الجوانب السلبيه او في التقرير، لكن انا حتى سالت محمد الدسوقي قال لي احنا اضطرينا نعمل كده لانه لا مجيب، يعني اضطرينا نعمل كده في التقرير بتاع الاستاذه نبيله سم. مش عارف الشباب يجيبوا لنا الصور بتاعت الاستاذه نبيله يلا يا انس. عرضوا طبعا الجمعه اللي فاتت في البرنامج برضو، ويعني شفت انا التقرير تاثرت جدا بالحاله اللي وصلت ليها الرعايه الطبيه في ماسبيرو. لكن الاستاذ خالد رزق انا اتكلمت عليه الاسبوع اللي فات، وكنت اتمنى وكلمت زوجته الفاضله المدام منال وكل الزملاء تفاعلوا على الجروب اللي موجود خاص بماسبيرو، وللاسف ما خرجتش النتيجه بالصوره المطلوبه. ده كان تعليق رائع من محمد سوق رشدي يوم الجمعه على الحاله اللي وصلت فيها الاستاذه نبيله سنبل. قدام حضراتكم الصوره تغني، احنا ما رضيناش نعيد الكلام من اول وجديد عشان ما يبقاش فيه نوع من الالم، يعني او ان احنا راصدين لحاله ماسبيرو، لا احنا محبين لماسبيرو، يعني مطورين لماسبيرو، داعمين لماسبيرو، مساندين لماسبيرو، يعني اي حاجه في الاطار ده احنا معاها قلبا وقالبا. مش عشان احنا بنعمل في قناه خاصه يبقى لا، لن تكون قائمه للاعلام المصري الا بتقدم ماسبيرو. وقلنا 100 مره وهنقول وهنستمر انه عندنا حاجه اسمها قناه النيل للاخبار، تحفه تحفه، في مذيعين جوه، يعني ايه المذيع تحطه في كفه كده واللي زي حالاتي في كفه، المذيع بتاع النيل الاخبار يطب، هو الـ هو الـ هو الميزان. بس ثقافه بقى ودرايه ومهنيه واحاطه، وفي نفس الوقت في اكتر من لغه مع الـ مع الـ مع الـ مع غالبيه اللي بيعملوا في النيل الاخبار. عندي النيل الثقافيه دره من الدرر، تشوف النيل الثقافية كده تحس انك في عالم تاني. رغم كده يعني بصوا في مشاكل في الصوت، في مشاكل مش عارف ايه، في مشاكل في الإضاءة، في مشاكل. انا ساعتها اشوف الشاشة في قناة النيل الثقافية والله العظيم بتقيأ، عارفين، بس حاسس كده ان انا على اخري. ليه؟ الناس بتناقش موضوع مهم جدا والصورة زفت مش حلوة. طب ليه يا جدعان؟ ده حاجات بسيطة. يقال دلوقتي ان الاستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بيقوم بدور مهم جدا، واحنا نتمنى انه المسائل دي تجيب نتيجه. لكن خالد رزق حاله بقى ضمت الحاجات دي كلها، خلت الناس الحقيقه في الجروب بتاع ماسبيرو ده، خلت الناس تقوم لها ماسبيرو التلفزيون المصري. خلينا الاول اشكر القائم على الحلقه دي او الحلقه دي او التواصل ده هو الاستاذ خالد سالم، فانا بشكره شكرا جزيلا. يعني لسه من حالا الاستاذه مدام نفرتيتي والاستاذه ايمان نبيل والاستاذه اميره حمدي، الاستاذ خالد سالم بيرد عليهم، الاستاذ اميره حمدي بيتكلم تاني، الاستاذ اشرف مصطفى،
الاستاذ نفيد الجندي، يعني في حاله الاستاذ عفاف باشا، كل دول في الاستاذ سعاد الديب، كل دول في التلفزيون المصري، كل دول الاستاذ ياسر اللبان، كل دول بيتكلموا في قضيه واحده، يعني لو في تبرئه محله وفاه ثانيه فبيتكلموا عليها في هذا الاطار. في زملاء لينا كثر بيتكلموا في مساله تطوير وهو الاخر، لكن الخبر اللي قدام حضراتكم ده الرعايه الطبيه مرض مسبير المزمن. بشكر زميلنا حاتم جمال الدين حط ايده على القضيه الابرز دلوقتي داخل مسبيرو. القائم على الجروب ده انا بشكره شكر جزيل، وهو الاستاذ خالد سالم وهو معانا على التليفون. البقاء لله يا استاذ خالد. استاذ جابر، وبنشكر حضرتك جدا على وقفتك جنبنا، ربنا يحفظك. يعني في حراك، يعني طبعا الله يرحم الاستاذ خالد رزق، والله يرحم كل اللي بعدوا عننا او اللي يعني توفاهم الله سبحانه وتعالى من مسبيرو، لكن في حراك جديد جاي في الفترة القادمة بالنسبة للرعاية الطبية داخل مسبيرو. النهارده في تصريح للاستاذ شكري ابو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام، ان النهارده تم عمل اجتماع برئاسة الاستاذ حسين دين وبكامل تشكيل الهيئة لحلول جذرية لعلاج مشاكل الرعاية الصحية اللي هي المفروض بتقدم خدمات تمام. مش لموظفين التلفزيون فقط، ولكن للعاملين في التلفزيون اللي طلعوا معاش. تمام. احنا حضرتك لإدارة الرعاية الطبية في التلفزيون دي بتقدم تقريبا الخدمة لحوالي 60,000 موظف. 60,000 موظف، منهم 30,000 تقريبا عدوا سن المعاش وبياخدوا علاج لأمراض مزمنة. وحضرتك الناس دي قامات كبيرة طبعا، مش على مستوى مصر، على مستوى الوطن العربي. طبعا طبعا طبعا. ويؤسفنا طبع. ويؤسفنا ويحزننا ان قامة كبيرة تعمل اشعة بره، وبعدين بعد ما تيجي تقدم على ان هي تاخد فلوسها يتقال لها تعالي لنظرك ونشوف اللي حصل ده صح ولا غلط. الموضوع بمنتهى البساطة الرعاية الطبية اللي موجودة في التلفزيون ما عندهاش ذنب في ان هي ما عندهاش ميزانيه. الميزانيه بتروح للقطاع الاقتصادي، والقطاع الاقتصادي هو اللي بيدي الرعايه الصحيه المبلغ بعد ما بيتخصم من العاملين المبالغ كل شهر بالاضافه لدعم الميزانيه. يعني انت اوريدي بيتخصم منكم فلوس كل شهر تمام تحت اسم الرعايه الطبيه. تمام. الفلوس دي بقى اللي بتروح حصل اللي حصل ان كان في في صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين. تم أخذ فلوس بتاعة الرعاية الصحية وشوية بعض مكافآت الخدمة للعاملين. يعني الفلوس بتاعة الرعاية الطبية راحت لنهاية الخدمة. خدوا جزء منها كبير لنهاية الخدمة. تمام؟ وبالتالي النهاردة معلش حضرتك بعد ارتفاع بعد تعويم سعر الجنيه اسعار الخدمات الطبيه زادت تقريبا اربع اضعاف. تمام. التلفزيون المصري متعاقد مع مستشفيات خاصه. والمستشفيات الخاصه هي مش مستشفيات على قد ما هي سوبر ماركت. المستشفيات الخاصه اللي انتم بتروحوها اللي متعاقد معاها التلفزيون سوبر ماركت. بالظبط. انا حضرتك بروح بيديني المينيمم وبيزود في الفاتوره بقى، بيبعت الفاتوره زي ما هو عايز بقى للتلفزيون. والخدمه يعني الاستاذ خالد رزق رحمه الله عليه الله يرحمه بتم تاخير الـ انقاذ الحاله لمده نروح ندور على في مشكله عند حضرتك يا استاذ خالد من الشبكه بس. يعني حضرتك كده تمام يا فندم؟ كويس كده. فنروح ندور على الدرنقه يوم الجمعه وهي مش موجوده في المستشفى، عشان الراجل عنده نزيف في المخ، والنزيف بيضغط على خلايا المخ ويدخل الاستاذ خالد في غيبوبه وما نقدرش ننقذه، لان الدرنقه ما قدرناش نحصل عليها. تمام. وما قدرناش نتدخل تدخل لانقاذ حالته الا بعد 16 ساعه. فكان الموضوع كان المرض تمكن منه، كانت الحاله تمكنت منه. لم نتمكن من انقاذه. طب احنا بقى بنفكر اللي جاي، يعني في تحرك قادم
انتوا مصممين عليه وتكون حاله الاستاذ خالد رزق هي الاخيره في هذا الاطار؟ اللي فكر فيه فعليا ولسه كنا بنتناقش مع الاستاذ شكري في حكايه العملاء ان معاهد قبض لجنه التامين وتتولى هي الرعايه الصحيه لكل العاملين الى ان يتم بناء مستشفى للاعلاميين. المستشفى للاعلاميين دي تكون المظله العلاجيه لكل العاملين في الاتحاد في الهيئه الوطنيه للاعلام. وممكن تعالج ناس من بره الاتحاد الهيئه الوطنيه للاعلام ويبقى دخل كمان. يعني انتوا دلوقتي في 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 مقتبل او في 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 اطار انتوا عايزين تعملوا مستشفى خاصه بالاعلاميين او خاصه بالعاملين في ماسبيرو، نخليها كده. تمام. هو كان في مقترح قدمه الاستاذ خالد السبكي بعمل مستشفى في لينا حته ارض في العجوزه اللي هي جنب مسرح البالون، كانت المفروض تتعمل وبعدين بس لا يعني قالوا ان هي ارض صغيره. الاستاذ محمود يوسف تقريبا برضو كان بيتكلم، زميل عزيز كان بيتكلم في الاطار، كان معاه برضو عمل دراسه. لكن انتوا مصممين على عمل مستشفى خاصه بماسبيرو، وين المستشفى دي؟ مفيش مانع. انا هقول لحضرتك يا استاذ المستشفى في الوقت ده هي دلوقتي بتعتبر مصدر دخل. تمام. انا معاك. انا معاك. النهارده لو حضرتك في مستشفى خاصه للعاملين في الهيئه الوطنيه للاعلام والمستشفى دي هتدي خدمات للمجتمع بشكل عام، هتدخل دخل اضافي يزود العمليه العلاجيه لينا وللناس، وهتبقى خدمه للمجتمع. صحيح. وفي نفس الوقت هتضيف بعد للرعايه الطبيه والصحيه، ويبقى فيها غرفه عمليات وتبقى على اعلى مستوى. طب لو حاله الاستاذ خالد لا قدر الله تكررت مع زميل اخر، وده وارد جدا، هل هناك علاج حاسم للمساله دي ولا لسه برضو هنقعد نزلق في المساله؟ لا يوجد علاج حاسم. النهارده بقول لحضرتك كان في اجتماع على اعلى مستوى في الهيئه برئاسه رئيس الهيئه والاعضاء. ايوه، ما هو على اعلى مستوى، على اعلى مستوى عايز اعلى القرارات بقى. ما هو على اعلى يعني مستوى. حضرتك لما يتدخل سياده الرئيس علشان الاستاذه نبيله سنبل ويتم علاجها في مستشفى الحلميه العسكري، معنى كده ان سياده الرئيس بنفسه حاسس بالمشكله اللي احنا فيها، وبالتالي لازم حل جذري ليها. مش هنقعد بقى ولحد دلوقتي ما عندناش حل جذري لعلاج. طبعا احنا الحل اللي احنا قدمناه وهو حل بسيط وسريع، ان يتم التعاقد مع احدى الشركات التامين الصبي. الشركات دي هي اللي تقوم برعايه العاملين الى ان يتم بناء مستشفى او تجهيز مكان لائق لعلاج العاملين في التلفزيون. تمام. استاذ خالد سالم انا بشكر حضرتك شكر جزيل، وبشكرك على مجهودكم وتضامنكم مع بعضكم بالطريقه المحترمه دي في الـ في الـ في الـ في السراء والضراء يعني، وده حاجه مش بعيده عليكم، بس اتمنى ان مجهودكم ده يكون تنفيذي بقى، والناس اللي هم التنفيذيين واصحاب القرار يحسوا بمجهودكم في هذا الاطار. فبشكر حضرتك شكر جزيل استاذ خالد سالم كبير مخرج التلفزيون المصري، بشكر حضرتك شكر جزيل. اذا ما فيش حل لسه لحد دلوقتي لموضوع الرعايه الطبيه ده، وزي ما اقول زي ما قال زميلنا حاتم جمال الدين انه مرض ماسبيرو المزمن الرعايه الطبيه، وده حاجه يعني تحزن، يعني دي حاجه تحزن جدا. بس هنعمل ايه يعني؟ انا اما الاقي مثلا حد كاتب على الجروب نجمع 100 جنيه من كل واحد، نجمع 50، حلو كويس، بس مش ممنهج، مش ممنهج يا جدعان. ما في ناس في الهيئه، انا اسف يعني مع احترام وتقدير لكل واحد، في ناس في الهيئه جنود مجهوله في الـ في الـ في الماسبيرو. عامل البوفيه مثلا لو تعب مش هيوصل للاعلام ولا يوصل للجروب ولا يوصل مش عارف. في واحد بعت لي من كام يوم بيقول لي ان بنته عايزه تقدم في الاكاديميه بتاعت الاعلام اللي جوه مدينه الانتاج الاعلامي، وهو كان شغال في ماسبيرو لمده 35 سنه ومش عارف، عايز المفروض ياخد 25% خصم. قالوا له لا، ادام انت اتحلت على المعاش ما تاخدش، ده للعاملين جوه. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قالك؟ الراجل بيستغيث. وبعتنا المساله او بعتنا الموضوع بتاعه لاكثر من حد، ما حدش عايز يرد. بس هنشوف يعني، هنقول برضه منا خالد سالم يتابع مع حد في التلفزيون ونشوف المساله دي، لانه قدر الامكان احنا يا جدعان والله الحاجات بسيطه، بس عايزه اداره واراده عشان نقدر نوصل لحل. عيب قوي ان يكون مذيع كبير ولا اعلامي كبير ولا، عيب قوي.